الشباب، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ وانا ان تكونوا بخير. النهارده انا هتكلم عن حاجه مفهوم احنا فاهمينه في مصر او فاكرينه في مصر، بس هو غلط، يعني هو مش صح. حتى احنا بنتخيل ان التلج ده حاجه فانيه، بيعملوا سنو مان وبيلعبوا في التلج وبتاع والحياة جميلة وكده. بس لا، بعد ما جيت هنا وابتديت اشوف التلج الاول، بس انا واقف هنا مستني مراتي في لندن دراج بتشتري مخدرات علشان تكمل اليوم، عشان عندنا طفلتين، فانتوا عارفين ما بيعرفوش يكملوا من غير دراجز. احنا معانا طفلتين، فما ينفعش ان احنا نعيش من غير مخدرات. وهنا المخدرات زي ما انتم شايفين كل حاجه دراجز 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 مخدرات. واضح ان احنا فاهمين المخدرات غلط. المهم، فالتلج مش زي ما احنا متخيلين. في مشاكل بتقابلك في التلج، في حاجات المفروض تعملها، يعني مثلا كل يوم لازم تنظف الطريق من الشارع لغايه مدخل بيتك، كل يوم الصبح قبل ما تروح شغلك، بقى بالليل قبل ما تنام براحتك، بس انت هتعمله بالليل قبل ما تنام، الصبح هتلاقيه اتعمل تاني، فانت لازم تعمله كل يوم الصبح. ليه؟ علشان هعرفكم قدام ليه السبب، ليه لازم كل يوم تعمل ممر من الشارع لغايه باب بيتك. دي اول حاجه. تاني حاجه، كل يوم الصبح وانت نازل لازم تنظف عربيتك. الموضوع متعب جدا، وخصوصا هو تلج، لو تلج اللي هو سنو يعني اتس فاين، خلاص بفرشه هوريها لكم في بقيه الفيديو قدام. هي فرشه صغيره بتنظف بيها التلج، بس المشكله بتبقى لما تسيب السنو ده يتحول لايس، او لو في شويه ميه على العربيه وشويه الميه دول اتحولوا بعد كده لايس، اللي هو اتجمدوا درجه حراره تحت الصفر، فانت بتتجمد الميه دي فبتيجي تشيلها. بقى هنا بقى بتبقى المشكله، بتلاقي صوابعك وانت بتشيل التلج خلاص انت صوابعك بتتجمد، انت بتبقى عايز تقطع اصلا صوابعك من كتر ما هي متجمده. لازم كل يوم تنظف العربيه، تنظف الويندو شيل بتاعك زي ما انا عامل هنا كده، هوريكم كمان، تنظف الازاز اللي عندك، انت فاهم؟ عادي بقى، الكلام ده كله عادي، عادي مفيش مشكله يعني، خلاص بتسيبه وما بيقعش. المشكله ان هو ما بيقعش من على العربيه. السقف بقى لا، خلاص انت بتفقد امل للسقف. انت ممكن تلاقي سمك قد كده، حوالي مثلا 5-10 سنتي فوق سقف العربيه، بتبقى انت محمل في العربيه وانت ماشي يعني. بس فانا هوريكم ازاي بنظف العربيه، وهوريكم كمان وهعرفكم ليه احنا بنعمل ممر للعربيه والحاجه دي. فهو التلج مش فاني زي ما احنا متخيلين. هو احسن من تنظيف التراب في مصر. يعني انت لو عربيتي، لو يعني انا لو هختار ما بين ان انا انظف تراب من العربيه او انظف تلج من العربيه، لا انا انظف تلج مش تراب. لا برضه ايا كان، التلج ارحم واحسن بكتير، وشكله حتى مبهج كده يعني، فاهم؟ لما تنزل تلاقي العربيه متلطخه تراب كده وقرف وعفار ومطرم مطرم مخليها طينه وحاجات كده بقى. الكلام ده مش موجود هنا خالص يعني.